بسم الله الرحمن الرحيم. وردني سؤال من أحد الأخوات: هل هناك مس أو لبس من الجن لجسم الإنسان؟ الجواب: لو أنك قمت بمتابعة الفيديوهات السابقة شرحت هذه العملية كاملة متكاملة. لكن الآن، ماذا تعني كلمة لبس الجن لجسم الإنسان؟ وهل حقيقة كل ما نسمعه؟ أولاً، هناك مفهوم كان خاطئ. الجن لا يستطيع أن يدخل داخل جسم الإنسان. الموضوع عبارة عن الجن يعمل بشكل طاقة معينة، هذه الطاقة تشكل هالة معينة. الجن له طريقة وأسلوب بالتعامل، حتى بالكلام، بالصوت والصورة. هو يعطي فقط مجرد موجات أو إشعاعات خاصة، يشكل من خلالها صوت أو صورة يستقبلها جسم الإنسان. لكن هذه الطاقة تصطدم مع الطاقة الخارجية بهالة الإنسان. الهالة، كل إنسان من حوله هالة تحيط به، هذه الهالة تمنع أي احتكاك ما بين الإنس والجن. لكن تمر بعض الوسوسة من خلال هذه الطاقة، طاقة مقابل طاقة. الوسوسة تمر من خلال اقتراب هذا الجن لإيصال رسالة معينة. الطاقة تصطدم بطاقة الإنسان. طاقة الإنسان تكون قوية عادة، ولكن يوجد نقاط ضعف. من خلال نقطة الضعف هذه تتلاقى الموجة التي أطلقها الجن مع هذه الهالة، فتدخل جسم الإنسان، تصطدم بالجسد. من الجسد، من هنا تتلقاها الأعصاب، تتلقفها أعصاب جسم الإنسان، تنقلها إلى الدماغ، فتسيطر على الخلية الدماغية المطلوبة لهذه الوسوسة من الشيطان أو من الجن. ولكن ماذا إذا كان الإنسان، هذا الجن لديه أمر معين أو وظيفة معينة أو رسالة معينة يريد إيصالها؟ هناك نوعان من هذا المس. المس هو خارجي وليس داخل جسم الإنسان، من خلال هذه الطاقات. لذلك قلنا لكم من رقية الشرعية، عندما الإنسان يقرأ من الحنجرة إلى هذا الصوت، كل حرف له تردد صوتي يشكل طاقة محيطة بالإنسان. هذه الطاقة يجب على كل إنسان أن يدعمها قدر الإمكان. لماذا الإنسان أحيانا يقرأ مثلا سورة الفاتحة بين يديه بهذه الطريقة، وعندما ينتهي يمسح وجهه والرأس والجسد والكتفين؟ لماذا؟ لأن هذه الطاقة تصبح موزعة ومفرقة على جسم الإنسان، وتدعم وتحصن وتغلق المناطق الضعيفة التي يدخل منها الجن. ولكن الجن إذا سيطر فعليا، هو يسيطر على النقاط الدماغية في جسم الإنسان. هذا هو المس بالعموم. لذلك الإنسان عندما يكون أيضا نائم، تأتي الكوابيس، وهي مرحلة يكون الإنسان ضعيف فيها، يسبب خلل معين في هذا الكابوس. الآن هذا المس العلاج له بعد التشخيص الصحيح، ما يسمى المس، مس شيطاني أو أي مسميات للأسف الشديد بين الناس بالعامة. ومنها أنواع بطبيعة الحال، وهذه الأنواع كل نوع له علاج مستقل. فالإنسان إذا فهم الفكرة، هذه الفكرة قلنا لكم سابقا تتشكل بطاقة معينة تنعكس أيضا أفكار الإنسان على هالته المحيطة به، ومنها يكون التحصين المناسب. ولكن هل يستطيع الإنسان السيطرة على الجن؟ ماذا إذا كان هذا الجن على سبيل المثال في منزل معين؟ هناك بعض الناس قد يسمعون بعض الأصوات أو يلاحظون بعض التغييرات في منازلهم، فهل هناك جن؟ وكيف أتصرف معهم؟ كيف أتعامل؟ كيف أستطيع إخراجهم من المكان؟ هذا الأمر إن شاء الله سأشرحه لاحقاً.